اللي صارت في زماننا نجي على علاقه العائله بالديانه بالايمان بتسمعوني اوكي نعم أوكي؟ نعم سيدنا ايه، أوكي. اه اوكي التحولات الدينيه يعني اه ال 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 الديانه الديانه عندها عنده تاثير في مجتمعاتنا خاصه المسيحيه اكثر من تاثيرها في مجتمعاتكم اه، مجتمعاتكم المتدينين اه هم هم اقليه اقليه كبيره وهذا هذا طبعا انا ثقافتي فرنسيه اعرف اوروبا زين واعرف ايش قد هذا يقهر كثير ناس من جماعتنا اللي يتصورون بانه اوروبا تركت الديانه لا ما ما اشوفها بهاي الطريقه اوروبا ما تركت الديانه بقدر ما الديانه في اوروبا اخذت مسارات اخرى بحاجه الى ان تجدد نفسها وتطلع على حاجات الناس وتهتدي الى ما يريده الله لهذا الزمان ولهذا المكان بس لازال أكو ناس متدينين وابسط شيء ان قوانينكم ودساتيركم كلها متروسه من الانجيل متروسه من احترام الانسان متروسة من احترام الشيخ والعجوز والولد والطفل قوانينكم ودولتكم هي بالحقيقة مثل الإسفنجة كانت شبعت من الإنجيل أما الممارسة الدينية فهتختلف يعني قد تكون أكثر في قلب الشخص مما تكون ممارسة سطحية أو ممارسة الظاهر أو عشائرية ديانا مالتنا ما أغلبها هي انتماءات قومية وعشائرية أكثر مما هي إيمان بالمعنى اللي يقصده الإنجيل هذا الإيمان اللي يحرك جبال هذا الإيمان اللي يكبر مثل حبة خردل وكثير من الجوانب الإيمانية خاصة اللي ارتبطت بالزواج هي فولكلور هي زواج وحفلة وبراخ والبراخ يجيله عشر أشخاص 15 شخص وبالحفلة بحفله مال مال القاعه يجي 200-300 هي علامه على انه ال 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 الوازع الديني الجانب الديني اللي بالزواج ما يثير اهتمام وهذا تغيرات ايضا لازم نشوفها بعين الاعتبار الطقوس الزواج ما هي مغذيه مثل قبل الكنيسه عندها مشاكل ما قد تقدر توصل دعوات قليلة المعلمين قلال والحصاد كثير والفعل قليلون وفعلا اطلبوا من رب الحصاد يعني يعني كثير من الناس حتى من أدرس أنا صار لي أربعين سنة أدرس وأنتج طلاب وطالبات ورهبان وراهبات وقسان ما عندنا وقت نكمل المنهج ليش؟ لأنه بس نلفلف وهاي مثل العوائل اللي 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 ما عنده وقت تاكل اكل اكل مرتب، بس تاكل جنك فود، هذا الجنك فود ايضا طرحناه بالسؤال كيف نتغذى وبماذا نتغذى؟ اذا ما نطعم اولادنا تغذيه جيده جسميا راح يتوجعون، واذا ما طعمنا شعبنا تغذيه ايمانيه، روحيه وفكريه، تغذيه جيده طبعا راح تصير الديانه عباره عن حركات اشاره صليب على السريع مثل هذول يدخلون بالتعزيه هاي يعرفون انه مسيحي بس يعمل هالشكل وهذا هاي الديانه او نروح للقداس ساعه بالاسبوع هاي الديانه و و و و وكثير مننا يمكن صار له 20 سنه ما كان فتح الانجيل ولكن قرا الانجيل ولكن يتامل بالشيء اللي يجعل انتمائنا خاصة أنه من كان هوني بالبلد كان يعني فتشي أنه أنت مسيحي بس هسه رحت إلى بلد على أساس كله مسيحيين بس بالحقيقة هي مختلفة مختلفة تماما ولهذا بدون تغذية بدون قوة بدون عضلات بدون بدون تربية جيدة طبعا هذول الأطفال من يكبرون ويتزوجون ما يقاومون ما راح يقاومون امام المشاكل وعندهم وسائل ضعيفه حتى الكبار وسائلهم ضعيفه اسميها وسائل ترقيعيه للمشاكل يلا يلا ما يخالف تفاهم تفاهم ياما وياما اسمع ناس كبار بالعمر بس يحكي لي عن التفاهم يابا التفاهم اشنو هذا مريض هذا ينرادوا عمليه اشنو تفاهم ما اكو اكو مشاكل تحتاج تحتاج جديه تحتاج ان ننكب عليها ندرسها وحتى دور الكاهن المسكين بالزواج غالبا ما هو اخر من يعلم بالموعد اول مره نحجز نادي بعدين نشوف الصايغ بعدين نشوف الخياطه بعدين نشوف المصور واخر شيء ابونا راح نتزوج يعني هذا الكاهن هذا دوره هي بس ساعة البراق مو ساعة عشر دقائق نص ساعة ف اكو اكو لفلفة اكو لفلفة اكو اكو سرعة واكو اكو استعجال و حتى اللغة مالته اللي قي يحكيها مع هذول المتزوجين ما هي اللغة يعني مفهومة يمكن ما هذا قصد يسوع من يقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان هذه في المسؤولية كبيرة أنه هو المتزوج والعائلة هي مشيلين الله بيناتهم كوعد مو لأنه عندهم ورقة مع الزواج لمن لمن في زمان يسوع فاليوم لمن حكى يسوع عن الزواج ومسؤوليته بعض التلاميذ قالوا ان كان هذا الامر ان كانت هذه حاله الرجل مع المراه فالخير ان لا يتزوج يعني هذا هذا السؤال جاوبه يسوع عن الخصوبة 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 تكون في كل الحالات ممكنة. اكو عقم في الزواج حتى لو عندهم عشر ولاد. يعني زواج عقيم ما عليك من الانجاب. ليش عقيم هوني عقيم بالعلاقة عقيم بالحب عقيم بالاتصال. واكو عزوبية. اكو متزوجين ما جالهم اولاد. بس زواجهم خصب وهذه الخصوبه هي اللي يتكلم عنها يسوع يعني ان يتخلص الانسان من اوهامه لاحظوا بالانجيل اكو فالجمله غالبا ما ننتبه له خاصه نحن الشرقيين يعني الشرقيين الرجل هو اللي يجيب المراه على بيته بينما يسوع ايش يقول بالانجيل؟ يترك الرجل اباه وامه ويلزم امراته. إذن هذا ايش سوى يسوع؟ يسوع شرقي قلب اكو تركان في العلاقه اكو 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 تركان يعني يعني انا من من ارتبط بانسانه بانسانه أش أسأل نفسي هل هي العاطفة؟ هل هي الورقة؟ أشنو الشيء اللي خلاني أحبه؟ أشنو الشيء اللي يخليني أترك ماضي مالي وأبني معاها حاضر ومستقبل جديد؟ أشنو الشيء؟ فأول خطر يهددني هو حمى الأوهام الانفعالية الاندفاع والتصورات والتخيلات ويرحمواتكم يرحموا عمي كان يقول بابا احنا نريد هاليوم نريد حاضر فرح احاول اذا احاول اذا ان انطي بعض الخطوط العريضة على هذا الخط البياني للمستقبل إذا فشل عند الناس فشل لأسباب تشخيصية مثل مرض نقدر نشخصه ونعرفه وإذا ما عندنا دواء ماله على الأقل الحجر الصحي يحفظنا نفس الشيء بالنسبة للزواج والحب أهم شيء بالزواج هو المسافة 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 بينه وبينه السلطويه تلغي المسافه والحشريه تلغي المسافه والعناد يلغي المسافه المسافه هو التمييز والتشجيع والانتظار ان هذا او هذه راح يصلون الى قناعه فاللي احبه هو شخص قبل ما يكون رجل او امراه هو شخص، والمسيحيه نؤمن بالشخصانيه، شخص person، مو مو نفر ولا فرد. فهذا الاحترام للشخص يشجع على ان لا ابلع الحبيب ولا اسيطر عليه ولا اسبب له الام أو واوجاع ولا أؤذينه، ليش ناذينه؟ ليش أذينه حتى لو اختلفنا ليش أوجعه ليش أذينه منين جاي رغبة بأذية الآخر لا لي ولا لك أذيك الأذية ممكن تكون كلامية هسه هذا الحجر الصحي مال الكورونا كشف كشف كثير من العنف اللفظي احصائيات عاليه خاصه عندكم في اوروبا احصائيات عاليه العنف اللفظي طبعا اكو عنف جسدي مع الاسف بس احصائيات يعني كبيره تقول بانه اكو عنف لفظي كثير ناس يلجؤون الى هذا العنف اللفظي كانه ابرد قلبي او اذيك حتى انا ارتاح أشنو السبب أشنو السبب اريد اعرف أول سبب من الأسباب هو الأنانية النرجسية النرجسية نارسيسيسم النرجسية اللي تخلي ما أقدر أتعامل مع الزوجة أو الأطفال تعامل طبيعي إلا تعامل انفعالي هذه هذه النرجسية جاية من زمان كنت أو كنتي طفلة هذه الأنانية المزاجية هي اللي تجعل أنه ما ننتبه للآخر في خصوصيته حتى الولد من يجي من المدرسة وفرحان درجاته زينة أكو أهل ما, ما يفرحوا له ما يفرحون معانه ما ينسكون الكارت يتباهون بالدرجات يروح روح روح لحة تعال اصب لك تعال اتغدى إيه هو كل يوم قاعد يتغدى افرحي إيه شويه معانا امدحينه شويه هذه الام مشغوله بغير شيء بس ما كي تعرف تطلع من هذا الانشغال ماله حتى تقيم خصوصيه هذا الطفل او اذا البنت البنت بدت تحب او بدت ايش اسمها لا 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 انت شبي انت صغيري مال المحبه انت راح يولي يعني نكسر خاطرها بالعكس كثير اشياء تسوى انه انه نرجع الى ايام زمان ايام الانفعالات انا اعرف فدي امراه فديوم فديوم آآ آآ حكيت لي بانه هي كان من من خلف امه واهلها كانت خابر حبيبه اللي زوجته وصار زوجها فسالتوها قلت لها اذا بنتك او بناتك عملوا نفس الشيء قالت اشلع اشلع عينم يعملون شكلك القتل زين انت سويتي ونجحتي ليش هي ما يسوؤها وينجحون يعني وليش ليش يخافون منك يعملوها من خلف ظهرك ولا يريدون يعملوها غصب عنك مثل ما انت سويتيها مع امك هذه الانانيه النرجسيه هي بالحقيقه خوف من الاتصال مع الاخر على حله على حقيقته هذه النرجسيه هي شلل 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 عاطفي يمتازون بينه كثير من الأهل المكبوتين اللي 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 كثير اللي عندهم شعور بالذنب وشعور بالنقص الدوامة الأنانية هو احترام الآخر تريدون أولادكم يكونون شطار كونوا مختلفين الرجل والمرأة يكونوا مختلفين احترم اختلافك وذوقك وانت ما تحبين فلان شيء وتحبين فلان شيء، اوكي انت حره. من يجون الاولاد راح يجون ايضا محترمين وهم ايضا يتعودون على هذا القبول للاخر. يريد يصير فنان، يريد يصير دكتور، يريد يصير مهندس، ايش عليك منه؟ انا من كنت بعمرك كنت فلان شيء، هسه ما انت بعمري، كل واحد بعمره خلي خلينه على على ما يريد. ابنك ما نسخه منك وبنتك ما نسخه من امه وكل واحد يحكي مثل ما هو يشوف نتناقش نتناقش ال 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 الكلام الكلام دواء دواء بالبيت الكلام دواء العوائل اللي تحكي خوش عوائل اللي تحكي وتختلف و و وهذا الاختلاف يعني يحتد مرات ما بيا شيء بس يصير مصالحة ويصير يلا مشي يلا عبر يلا هاي الأشياء ما هي مهمة المهم هو أن نحكي حتى نعبر ما أخاف أن أقول شيء لكم بقلبي هالشكل إذا الحل ما هو لا بالشرق ولا بالغرب الحل ما هو الا في ان يترك الرجل اباه وامه يعني يترك عقليه ابوه وامه وياخذ من عقليه زوجته مقياس مقياس مو حتى هو يتعلم لكنه مقياس حتى ياخذ الزين ويناقشه ويمكن يصلون الى هذا الاندماج والفعلا التعشيق في عقلياتهم، انا اعرف انا اعرف متزوجين صار لهم 30 سنه مزوجين، 40 سنه مزوجين، ما خلص الحكي بيناتهم، اكو حكي وهذا الحكي هو حكي يتحول الى حكمه يتحول الى اسلوب يتحول الى تقنيه حقيقه الاولاد راح يسبحون بهذا الماي كل ما كانت المساحه كبيره في عقليتهم اذا يترك يتطور اترك الماضي مالي واترك الماضي مالكي ونبني شيء جديد نشق طريق جديد كل زواج كل عائلة هي اختيار وقرار واختبار اختيار وقرار واختبار يعني اختارك تختاريني اقرر اعيش معك تقررين تعيشين معي وخلي نجرب اختبار اختبار تقلبات اللي راح تجي مو يوم ويومين مو شهر العسل وبس اكو اختبارات عديده نتعلم منها وخاصه ان يكون عندنا روح الفكاهه وماكو اجمل من روح الفكاهه بين الزوجين الحكماء والاذكياء. هذا يجعلنا نعمل تقاطعات عديده. انتم تعرفون انه ال... انا درست في فرنسا علوم انسانيه واكتشفت من خلال دراساتي اخذت عده اختصاصات خاصه لغات علم الاجناس البشريه وعلم اللاهوت اجمل شيء حصلتونه من هذه الدراسه مالي هي التقاطعات. يعني ماكو اختصاص بالزواج ماكو اختصاص. لا الرجل هو دائما لازم يلعب دور الرجل ولا المراه تلعب دور المراه. المراه تصير ام والرجل يصير اب والرجل يصير, يصير يصير مرات معاون مساعد لمرته في 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 تحمل مسؤوليه البيت تتغير تتغير هذه العقليه وقلت لو كان عندي مجال كان حكيت لكم انه كثير مرات الرجل بالثلاثين يكون ابو ضاي يعني ابو جاسم بس بعد ال بعد الستين صدقوني يصير ابو دمعة ادنى شيء يبكي وهذا الشيء هذا الشيء حلو ما بس حلو هذا مشرف له ان يصير رقيق شوفوا ايش قد كانوا اولادكم تتعاملون معاهم بقسوه من راح يجيكم احفاد راح تصيرون فد مره حنينين الحفيد والحفيده يخلق عيد الجد والجده فتح النيه غريبه، منين جتي هاي؟ جتي من هذا النضوج الثمره استوت، الانسان يبدي يعرف معنى الحياه وقيمه الحياه، لما كان بثلاثين سنه ما كان يدير بال للحياه وثمنها بس كل ما كبر بالعمر كل ما راح كل سنه هي سنه، لما يسوي عيد ميلاد اشب ساعه مرت السنه، بينما من كان صغير السنين ما كانت تمر. تقاطعات القرارات اللي اخذناها وحتى لو غلطنا شويه ما بيا شيء شوف الايجابي غلطنا عشرة حصلنا تسعين نعم الله وشيء صار صار وفات وعبر كيف انا اقدر اتجاوز واتجنب مع اولادي ومع زوجتي أكون رجال أكون نسوان دائما كماليين يجب والمفروض وعليك او عليك وكان لازم ما تنسى يروح إيه السوق نسي يشتري كرافس يا اخو ما خربت الدنيا تعال شو ايش سوي بحاله كان إيه كان لازم حتى لا ينسى كتب له ورقه كان لازم هاي مال كان لازم جا الولد راسم اي كان لازم اي اشي خلصه هي كان لازم بطل بطل من اليجب والمفروض واللازم، بطل من ال... بطل من اعتبار العلم درخيات وبطل من اعتبار الحب انفعالات. ايه طبعا الزواج بالبدايه انفعالات ايام زمان من نشوف الالبوم، الصور مال ايام زمان. ايه اليوم بعد عشرين ثلاثين سنه ها؟ أه؟ إيه ما... ما نفس الشيء. بس منو قال لك الحب انفعالات؟ ومنو قال لك العلم درخيات مثل ما علمونا في المدارس مالتنا ايام زمان؟ ومنو قال لك انه ايماننا هو اطارات دينيه فقط؟ الايمان غير شيء لمن شعرهم يسوع التلاميذ انه ما عندهم ايمان قالوا له زدنا ايمانا قال لو كان لكم ايمان مثل حبه الخردل أنا أصور المتزوجين يقدرون يقولون ليسوع: زدنا حبا. نفس الشيء. الإيمان والحب نفس الشيء. أبداً. إذاً إذا أريد أختصر يمكن حتى نعبر إلى الأسئلة. إذا أريد أختصر أقول كل زواج، كل عائلة هي هي علامة. علامة مثل ما حياة يسوع كلها هي علامة رازة رازة دهيمانوثة علامة الإيمان صار يسوع نموذج حتى نحن نصير نماذج إذا إذا حبيتي زوجك أو زوج حبيت مرتك وصرتم علامة راح في يوم يجي أحفادكم يقولون الله الله يرحمهم شخت كانوا يحبون بعضهم هاي تبقى هاي بس تبقى ان تكونون علامه علامه لحقيقه تتجاوزكم هذه الحقيقه هي اوسع من الدنيا والعلم والفهم والحكي والاغاني والمسلسلات حقيقه جاب يسوع انه هو قال هذه لكم علامه اعملوا هذا لذكرى هذه هي هذه هو هذه العائله العائله مجرد علامه فاذا حتى اكمل مسيره هذه العلامه احتاج الى ان اكون ساهر اسهروا لئلا تدخلوا في تجربه اكو 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 اغنيه قديمه كنا نقول زوجناه وخلصنا من منه ما نخلص منه الزواج ما خلاص ولا هو استقرار ولا هو روح ارتاح روح اتهنى لا بالعكس الزواج هو بدايه البدايه هو صراع هو هو تعلم هو اختلاف هو مكان للغفران للمصالحه هو هو ما هو ورقه ولا طمغه ولا معامله ولا قفص ولا قفص شو اسمه ذهبي ولا شهر عسل الزواج هو علامة هو جواب جواب على ما ينتظره الله من عندنا انمو واكثروا النمو ما هو بس بالأولاد النمو هو بأشكال عديدة بهذا الحب اللي رغم أنه الناس ما يعرفونه بس يجون الناس من الشرق من الغرب ويثبتون قد أكو حب بيناتهم هذا الحب ما لازم يتحنط لازم يبقى حي هذا الخبز ما لازم يجف لازم يبقى ينكل والزواج هو طيب طيب مثل الخبز الحار والمقسب والرخيص ولهذا يسوع ربط بين القربان والزواج لمن يقول ويصيران كلاهما جسدا واحدا ويقول هذا هو جسدي عن الخبز يعني الزواج ان تصيرون خبز حار طيب يجون الجيران والاصدقاء ويتعجبون بكم وياخذون منكم هذا الدرس ويتربون اولادكم على هذا الحب، اعرف كثير بنات وكثير ولد يقولون لاهلهم انتم نجحتم يا ريت ننجح مثلكم وشكرا.